جلست مع مجموعة من الرجال وكانوا يشتكون من انشغال الأمهات عن أولادهم عن أولادهن بهذه الوسائل الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي، وكلما اقترب الطفل أو الولد من أمه دفعته أو أرسلته أو شغلته بأي شيء، أيباد ولا أيبود ولا شاشة أو غيرها، حتى ولو كانت نافعة، المهم أنها تشغله عنها لأنها أيضا مشغولة. وأيضا استمعت الأمهات في البرامج الخاصة بالأمهات يشتكون من الآباء الذين لا يحضرون إلى البيت إلا قليلا، وإذا حضروا أيضا انشغلوا بأنفسهم عن أولادهم. كيف نتوقع الجيل القادم؟ والله إن استمروا على هذا المنوال فنحن سنخسر الكثير، وجميع الأسر ستخسر، وبالتالي ليس فقط الأسرة الخسران بل المجتمع بشكل عام والأسر والوطن بشكل عام. ولكن نأمل أن يصحو الجميع وأن نصحو كلنا لأبنائنا، لأن هذه مسؤولية نحن مسؤولين فيها أمام الله عز وجل، بالإضافة إلى أننا مسؤولين أمام أبنائنا الذين سيقولون لنا بيوم من الأيام أنتم ضيعتمون. يمكن يأتينا سؤال من الآباء والأمهات، كيف نتعرف على ما يجب أن نفعل؟ ما مصادر ذلك؟ المصادر كثيرة جدا أستاذي الفاضل وأخي العزيز، المصادر كثيرة إن شاء. فالمصدر الأول رقم واحد هو كتاب الله وسنة نبيه، كيف كان يتعامل مع الأبناء، كيف يتعامل مع أحفادي وأصباطي، وكيف كان يتعامل السلف، بالإضافة لأن اليوم مصدر المعرفة موجود وسهل جدا لمن يريد. فأي رغبة في معلومة معينة ادخل لمواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت وتجد كل المعلومات التي تريدها إن شئت ذلك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.